ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب. الفيديو النهاردة يعني تقريبا للناس اللي لسه بتبتدي قوي، يعني هنتعلم مع بعض ازاي نعمل دلاية عربية بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده، هي دوبك هي قطعة واحدة. وهنعرف كمان ازاي نعمل مع بعض العربية دي من غير اي قوالب. هنتعلم ازاي نعمل الورد ونكتب ونعمل العربية ونعمل ورق الشجر، هنعمل كل حاجة بايدينا طريقة بسيطة جدا. يلا بينا نبدأ. اول حاجة طبعا هنحتاجها ان احنا يبقى معانا القطعة الاساسية اللي هي هتكون باللون اللبني. هنفردها كده بالنشابة. طبعا الالوان دي بقى حاجة بتاعتك انتي، اختياري ليك يعني. وبعدين هجيب القطاعة بتاعتي دي وبالجزء اللي هو فيه الموج ده وهقوم قطع بيه اهو زي ما انتوا شايفين. بس انا القطعه بتاعتي تخينه شويه، ما عملتهاش يعني سمك كويس، انا عملتها سمك تخين شويه عشان لسه هفرد برضو تاني بالنشابه الورد دي. انا عايزه اطبع فيها شكل الورد ده. النشابة الورد دي موجودة في كل محلات الحلواني ومحلات المستلزمات المنزلية، ومش غالية خالص، سعرها في حدود 15 و20 جنيه. انا كده خلاص فردت، بس القطعة بتاعتي لزقت. طب انا لما العجينة بتاعتي تلزق هعمل ايه؟ عشان الموضوع ده بيقابل ناس كتيرة جدا وبيضطروا ان هم يبوظوا شغلهم. بتجيبي اي بكرة خيط عندك وبتمسكي الطرف بتاعها من الناحية دي، وبتيجي من الطرف التاني برضو بتمسكيه كويس وبتدخلي من تحت العجينة بالطريقة دي، وبتبدأي ان انت تشدي، وبعدين بتثبتي ايدك وتشدي من الناحية التانية برضو شوية علشان الناحيتين ينزلوا. ما ينفعش ان انا انزل الناحيتين مع بعض، لان انت لو نزلتي الناحيتين مع بعض العجينة بتاعتك الفتلة هتدخل جوه العجين وهتقطع منها جزء كبير، فهتاخد منها طبقة كبيرة جدا انتي هتبقي محتاجاها طبعا، وهتبوظ شكلها جدا من ورا. فان انتي تنزلي ناحية ناحية الاول دي فكرة كويسة، ودي مش هتقطع معاكي طبقات كتيرة من تحت. انا كده خلاص شلت، والطبقة عندي من تحت متساوية جدا مفيهاش اي مشكلة. هبدأ دلوقتي ان انا اقطع الورد. انا هعمل الورد بالطباعة بتاعتي دي، انتي طبعا ممكن تعمليه بايديكي، وانا عملته معاكم في فيديوهات تانية كتير، يعني موضوع ان احنا نعمل الورد بايدينا ده. بس انا هقطعه بالقطاعة بتاعتي علشان انا عايزاهم يبقوا تقريبا كلهم نفس المقاس. بس فروع الورد، فروع الشجر هنعملها مع بعض بايدينا، لان انا ما عنديش طباعات في فروع شجر ولا قطاعات ولا اي حاجه، فانا هعملها معاكم بايديا كده. انا كده خلاص قطعت الورد بتاعي، عملت 10 وحدات. هعمل برضو كمان دلوقتي ورق الشجر، هعمل 10 برضو زي ما انتم شايفين. هي بسيطه جدا، خلاص كده خلصت اهي. هعمل واحدة كمان، تفردها بس كويس كده وبططها كويس عشان تبقى نفس حجم اللي قبلها. انا كده خلاص عملتهم اهو، والقطعه بتاعتي كويسه ومش لازقه. هبدا دلوقتي ان انا هثبت عليها الورد بتاعي وهثبت فروع الشجر. طيب انا هثبت ازاي؟ انا هثبت ورقتين شجر ووردتين، ورقتين شجر ووردتين، وهخليهم على الاطراف فوق كده علشان انا عايزه اكتب في الجزء اللي في النص ده. هديها بس ضغطة كده من النص، وهاجي من هنا
هشيل طرف الوردة وهدخل فيها ورقة الشجر بتاعتي، انا نسيت احط الوردة التانية، فانا عشان كده شلت ورقة الشجر وحطيت الوردة التانية. وهفضل بقى ان انا ارسم جنب بعض كده بالطريقة دي لحد ما اخلص الدايرة بتاعتي كلها. انا ليه بنغزها كده في النص الوردة؟ علشان انا هحط عاملها زي قلب كده، يعني هحط فيها قطعة تانية كده في النص بلون مختلف، هحط اللون الأصفر، هعمل زي قلب وردة كده. وهفضل ان انا اثبتهم كلهم كده جنب بعض لحد ما هخلصهم كلهم. انا كده خلاص خلصتها اهو، ثبتهم جنب بعض وحطيت القلب الاصفر زي ما قلت لكم كده، قلب الوردة. هبدأ دلوقتي ان انا هكتب. انا عايزاها تبقى مترقعة كده ويبقى فيها الوان كتير، فانا مش هكتب بالابيض، هغير اللون شوية، فهكتب باللون يعني هو موف شوية، بس انا مش عارفة ليه هو في الفيديو مش باين ان هو موف يعني حبة. وهبدأ ان انا هكتب فالله خير حافظ. انتي عندك طريقتين للكتابة، يا اما هنكتب فالله فوق ونكتب خير حافظ تحت جنب بعض وهوريكو، بس يعني انا اعتقد ان دي هتبقى فيها مشكلة معايا شوية، فهنشوف كده ونشوف. نكتب كده بقى الكلمة كده جنب بعض. الكتابة والله يا جماعة سهلة جدا، بس هي يعني محتاجة تركيز. يعني عامل اللي هي طيب. انا كده خلاص خلصت اول كلمة. نيجي بقى ايه نشوف، لو احنا مثلا هنكتب الكلمتين جنب بعض اللي هي خير حافظ، بس هي يعني انا حاسة ان المسافة عندي هنا مش هتقضي قوي. انا كمان بحب لو هكتب فالله خير حافظ، بحب اكتبها يعني كل كلمة كده في سطر لوحدها واكتبها كلها تحت بعض، علشان املى المساحة عندي.
بس ده ما يمنعش برضو ان انا بشوف ناس كتير بتبقى كاتباهم جنب بعض كده وبتبقى شكلها حلو بصراحة، فخليني اجرب كده. بس هي المساحة عندي مش هتاخد، يعني المساحة اللي اتبقت دي مش هتقضي بقية الكلمة. وعشان انا كمان متعودة ان انا اكتبها تحت بعض، فانا خدت مساحة في كلمة خير، فما اعتقدش ان انا هيبقى عندي مساحة اكتب حفظ زي ما توقعت. المساحة اللي هتتبقى دي لا، يا دوبك مش هينفع ان انا اكتب فيها بقية الحروف، فانا هشيل بقى وهكتبها ايه هكتبها تحت بعضها كده زي ما بعملها يعني. شلتها انا كده خلاص، وكمان نضفت مكانها. هي القطعة عندي الحتة دي مبلولة عشان انا كنت بنضفها، فعشان كده الخط مش راضي يمسك. هو الحل يا جماعة ان انتوا لما ما تيجوا تشيلوا كلمة عشان مثلا هتعيدوها تاني او هتكتبوا مكانها حاجة تانية ونضفتوا مكانها، تسيبوا القطعة بتاعكم تنشف شوية علشان تعرفوا تكتبوا كويس من غير ما يحصل معاكم اي بهدلة، ومن غير ما العجينة تفضل تعاكس فيكم كده وتبقى مش عايزة تتحط وبتلزق كده في اي حاجة كده. اخر حاجة كده خلاص، ويبقى انا كده خلاص خلصت اول قطعة، حط التشكيل وخلاص. طبعا انتي ممكن تحطي التشكيل بنفس اللون، ممكن تغيري اللون يعني براحتك خالص في موضوع التشكيل ده، بس انا هغير اللون بقى علشان يعني تبقى فيها الوان كتير كده وتبقى شكلها حلو. برضو مش هبعد كتير يعني، انا هعمل التشكيل باللون الاصفر برضو. هي قطع صغيرة خالص اللي انا هحتاجها، هبرمها كده بصباعي كمان يعني، مش محتاجة ان انا استخدم مكبس او استخدم اي حاجة، هو بصباعي كده. وتبدأي تقطعي التشكيل هثبت بقى التشكيل بتاعي. كده خلاص اهي القطعة بتاعتي خلصت. هي في الحقيقة كمان شكلها حلو قوي،
الورد بارز كده في العجينة نفسها اللي انا عملته بالطباعة ده، بارز كده ومديها شكلها حلو قوي. هاجي دلوقتي هعمل العربية. انت كل اللي بتحتاجيه قطع صغيرة خالص. انا كنت عملت معاكم العربية قبل كده بس كنت عملتها بمقاس كبير، فالمرة دي بقى نعملها مع بعض المقاس الصغير. انا قطعت كده سويت من تحت وهساوي برضو في الجناب، وبعدين هاجي بقى بالقطر بتاعي او بالموس او باي حاجة، بس انا هستخدم دي عشان دي ما بتلزقش في العجين، فهعرف ان انا اقطع بيها كويس. وهقطع كده من ناحيتين وهاجي في النص كده وهقوم طالعة نص دايرة وهكملها من الناحية التانية. خلاص كده هظبطها بقى، بسيطة جدا 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 فكرة العربية دي. وان شاء الله هوريكم برضو ازاي تعملوا عربيات تانية بطرق تانية، يعني اشكال قصدي عربيات تانية برضو بايديكم، مش هتحتاجوا فيها قطعات ولا قوالب ولا اي حاجة. خلاص كده حط بس الكاوتشات بتاعت العربية، هعملها باللون الأسود وبتزينيها بقى زي ما انت عايزة بقى بالألوان اللي انت عايزاها. ولو مش عايزة بقى ان انت تزينيها براحتك خالص، بس هو اللي بيكون أساسي هي الكاوتشات والإزاز اللي هو بيكون باللون الأبيض اللي انا هعمله دلوقتي. بقيت الحاجات دي بقى يعني اختياري ليكي بقى، يعني بالنسبة للورد اللمض والحاجات دي كلها اختياري ليكي. اعملي بقى بالألوان اللي انت عايزاها، ولو مش عايزة تعمليهم براحتك يعني. هفردها كده دايرة وهاخد نص دايرة كده، بعدين هقطعها نصين. هي في حاجة كده يعني انا غلطت فيها، وانا بقطعها ما قطعتش بمتساوي، فبقى عندي جزء اكبر من جزء، فانا هحله كده بالطريقة دي كده. يعني خليتهم تقريبا قد بعض شوية، هعمل كده فيها زي لومات كده باللون البينك واللون الأصفر في الجناب كده العربية. اخر حاجة عملتها كمان عملت فيها الورد بطريقة بسيطة جدا، وكنت عملته معاكم برضو قبل كده في فيديو الحرف اللي كان كله بالورد. انا عملته بنفس الطريقة بس على مقاس صغير خالص. ده شكل الدلاية، طبعا احنا بنسيبها تنشف، وبعد ما بتنشف بتترش وخلاص على كده بتعلقيها بقى وتظبطيها. بس عموما ده شكل الدلاية كده، يعني الـ بعد ما خلصت بسيطة جدا ورقيقة وحلوة جدا. ده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو كان عجبكم. ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا.